أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. الترفع يقصد باللباس الترفع يعني الذي فيه رفعة زائدة، يعني أنه لباس فاخر نفيس غالي الثمن فوق المعتاد، لا أنه لباس اشتمل على شيء محظور كالحرير مثلا، لا، إنما المقصود اللباس الفاخر جدا. قال: عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا حديث معاذ رضي الله عنه، وهو حديث حسن صحيح. يقول فيه: من ترك اللباس. اللباس هنا عام من حيث اللفظ، لكنه خص بدلالة السياق، فإن السياق يدل على أن المقصود ترك اللباس الفاخر النفيس الغالي الثمن. قال: تواضعا لله، يعني غرضه من غرضه من ترك هذا اللباس النفيس هو التواضع لله سبحانه وتعالى، وليس أنه تركه بخلا وشحا. قال: وهو يقدر عليه، يعني يقدر على شرائه، عنده ثمنه، يستطيع، ما يعجزه ذلك، ومع ذلك تركه لله. فينال هذا الوعد الحسن الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يدعوه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق تشريفا له، فيخيره أن يلبس من أي حلل الإيمان، يعني مما يعطاه أهل الإيمان في الجنة من الحلل، من لباس أهل الجنة يتخير أحسن شيء يريده يختاره له ذلك. ثم قال: باب استحباب التوسط في اللباس، ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، الذي يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب، وعمر هذا هو عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، وحديثه على الصحيح عند المحدثين من قبيل الحديث الحسن، فهو حجة. وهذا الحديث قد يفهم منه أنه يعارض الحديث الذي قبله، ولعل المؤلف رحمه الله ذكره بعده لأجل ذلك، فإن الحديث الأول يعني بشرى لمن يترك اللباس الفاخر ولو كان يقدر عليه، وهنا يقول إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ومن ذلك اللباس، أن يلبس اللباس الحسن. فقد يجمع بينهما بأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال، فإذا عاش هذا الرجل المسلم بين قوم يلبسون اللباس النفيسة الغالية، وهو يستطيع أن يجاريهم في ذلك فيلبس اللباس الفاخر النفيس الغالي جدا، فإنه يلبس مثلهم،
إظهارا لنعمة الله عليه، ولا يزري بنفسه بأن يلبس اللباس المتبذل. وإذا كان بين قوم متوسطي المال والحال، يعني كانوا فقراء مثلا أو متوسطي الحال، ويلبسون اللباس المعتاد أو الذي دونه وهو اللباس المتبذل، وهو قادر أن يلبس اللباس الفاخر لقدرته عليه، فتركه تواضعا لله ومواساة لإخوانه الذي هو يعيش بينهم، فإن هذا هو الأحسن. فيجتمع في الحالة الأولى أنه ماذا؟ أنه اشترى شيئا مما أنعم الله به عليه ليرى الله سبحانه وتعالى أثر نعمته على عبده. وفي الثاني أنه ترك اللباس تواضعا لله، ترك هذا اللباس الفاخر تواضعا لله. ويستفاد من مجموع الحديثين أن الأحسن في حق الرجل المسلم أن يلبس، أن يتوسط في اللباس، فلا يلبس الشيء المتبذل من الثياب، لأن ذلك يزري به بين الناس، يعني يدعو الناس إلى مهانته واحتقاره. ولا يلبس اللباس الفاخر جدا النفيس، لأنه قد يدعو إلى الكبر والزهو والإعجاب، والله أعلم. قال: باب تحريم لباس الحرير على الرجال، وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه، وجواز لبسه للنساء. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: من لا خلاق له في الآخرة. هذا حديث عمر رضي الله عنه ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، والمراد في حق الرجال فقط دون النساء. ثم قال: فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. من لبسه في الدنيا لغير ضرورة ولا حاجة وهو عالم بتحريمه، فإنه لا يلبسه في الآخرة. ومعنى لا يلبسه في الآخرة يحتمل احتمالين: إما المعنى أنه لا يدخل الجنة أولا، لأن من يدخل الجنة يلبس الحرير، فيلزم من كون هذا محروما من الحرير أنه ما يكون من أهل الجنة، إنما يعذب أولا ثم بعد ذلك إذا شاء الله أدخله الجنة. وقيل إن معناه أنه وإن دخل الجنة فإنه لا يلبس الحرير، يعني غيره يلبس وهو لا يلبس. قالوا: ولا يرد على ذلك أنه سوف يكون مهموما حزينا، يرى الناس أهل الجنة يلبسون الحرير وهو محروم من لبسه. قالوا: ما يرد ذلك، لأن الله يصرف قلبه عن لبسه، أي لبس الحرير، فنفسه لا تطلبه أصلا، يعني لا يريده، لا تشتهيه نفسه، والله أعلم. لكن على كل، هذا اللفظ بالحديث يدل على أن لبس الحرير معصية، بل كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا قال في الحديث الثاني: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، أي من لا نصيب له ولا حظ له في الآخرة، أي في الجنة، فيدل على أنه من الكبائر. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها،
وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. فحديث أبي موسى نص صريح على أن الحرير والذهب إنما تحريمهما على الرجال فقط، وأما النساء فيحل لهم، يحل لهن ذلك. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشرب للكل، الرجال والنساء، عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وعن الأكل في آنية الذهب والفضة، وعن لبس الحرير، يعني الثوب الذي وضع فيه الحرير. وهذا الإطلاق عن لبس الثوب الذي فيه الحرير يدل الإطلاق على أنه يحرم سواء وجد فيه حرير كثير أو وجد فيه قليل ولو خيطاً واحداً. لكن هذا التعميم خص بحديث آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى مقدار 4 أصابع فأقل من الحرير إذا وجدت في الثوب رخصة وتيسيرا من الله سبحانه وتعالى على الناس. والحديث في صحيح مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع 2 أو 3 أو 4. قال: والديباج. والديباج هو حرير لكنه ثوب يكون باطنه وظاهره من الحرير، فالحرير فيه أغلظ وأكثر. قال: وأن نجلس عليه، يعني يكون الحرير ليس في اللباس وإنما يكون في الفراش، فإذا جلس عليه، ومثل الجلوس النوم لو نام عليه، ومثله اللحاف لو التحف به وكان من حرير، فإن كل ذلك يحرم ولا يجوز. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة كانت بهما. متفق عليه. وهذه الرخصة كانت لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وللزبير بن العوام رضي الله عنه بسبب حكة أصابهما قمل سبب لهما حكة، وكانوا يتحسسون من أي لباس يلبسونه إلا الحرير، فلأجل ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهما بلبس الحرير إلى أن يزول عذرهما، فإذا شفي فإنه يعود المانع ويحرم عليهما حينئذ اللبس الحرير. وهذه الرخصة لهما ولغيرهما ممن احتاج إلى التطبب والعلاج واقتضى ذلك منه أن يلبس الحرير، فيحل له بمقدار الضرورة والحاجة مدة العلاج، ثم بعد ذلك يرجع التحريم إذا زال مرضه. وهذا دليل على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. والله أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.